لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة ونحن بصدد القراءة في كتاب سنن أبي داود عند قول المصنف رحمه الله باب تفريع أبواب شهر رمضان، يعني فروع الأحكام المتعلقة بهذا الشهر. ف يعني هذا الشهر شهر مبارك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وفيه رواية: ولا يحرم خيرها إلا محروم. وهذا الشهر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر مبارك، وهذه بشارة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وفيه استحباب التبشير بقدومه صلى الله عليه وسلم لما فيه من الخير والفضل، ولما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من عظم الثواب ومن رفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات ومضاعفة ثواب الأعمال. فلذلك بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلكونه موسم عظيم من مواسم الطاعات، وحتى يعني ينتبه المسلمون إلى ذلك ولا يمر رمضان كغيره من الأيام. دائما الزمن الفاضل ينبه عليه حتى يعني يستغله أهل الصلاح في الاستفادة مما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من الفضائل، وحتى يغتنم أهل الصلاح هذه الأيام. فهو شهر مبارك، والبركة هي النماء والزيادة والمضاعفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شهر مبارك، شهر مبارك من حيث أنه تضاعف فيه الأعمال، فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مضاعفة للثواب. ثم أن الأعمال القليلة فيه تبلغ الأجر الكبير كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره. وتفطير الصائم قد يكون على تمرة أو على شربة ماء، ومع ذلك يأخذ أجر الصيام يوم كامل مع ما فيه من التعب والنصب وغير ذلك. وأيضا هذا الأمر فيه تكفير للذنوب والآثام، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أي إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه برمضان الذي بعده فصامه، فإنما بين الشهرين في على مدار السنة يغفره الله سبحانه وتعالى إلا الكبائر، لأنها تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، فيغفر الله سبحانه وتعالى هذه الصغائر كلها من رمضان إلى رمضان. فهذا شهر مبارك افترض الله سبحانه وتعالى علينا فيه الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله عز وجل عليكم صيامه. وهذا هو الواجب على المسلمين والثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وجوب صيام شهر رمضان،
كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهر هنا الألف واللام، هنا ألف ولام العهد، ألف ولام العهد المعهود منها شهر رمضان، لأن الآيات افتتحت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كما تقول طفت بالبيت، طفت بالبيت، كل اللي هيسمع هيعرف ان احنا طفنا بالايه؟ بالكعبة، لأن الألف واللام هنا ألف ولام العهد المعهود منها، المعهود منها شيء متفق عليه بين الناس جميعا على أن البيت هنا إذا كان طواف فالمقصود به الايه؟ المقصود به البيت الحرام، المقصود به البيت الحرام وهو الكعبة. فهنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، فالألف واللام هنا لام العهد والمعهود منها شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر أي صحيحا مقيما، صحيحا مقيما ليس به مانع من الصيام كالحيض والنفاس عند النساء، فطبعا صحيحا يعني خاليا من الأمراض المعوقة عن الصيام، مقيما أي غير مسافر، وزوال الموانع التي تمنع من الصيام كالحيض والنفاس، فإذا كان الإنسان كذلك فيجب عليه الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، الفاء هنا فاء الأمر، الفاء هنا فاء الأمر، فليصم، وهذا على الوجوب، هذا على الوجوب، وده الشاهد من القرآن على وجوب صيام شهر رمضان. إنما قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فده ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش وجوب، يعني مش واضح فيه الخطاب. الجزء اللي هو بيدل على الوجوب هو قول الله تعالى إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. حديث تعرفونه، الرجل الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، ولا أنقص منه، قال أفلح إن صدق. فقال هذا الرجل يعني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. وأيضا أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله، قال صدق، قال صدق، قال فبالله، فبالذي أرسلك، فبالذي، قال فبالذي خلق السماوات والأرض، الله أرسلك؟ قال نعم. قال فبالذي أرسلك ماذا يعني فرض علي، فرض الله علينا من الصلاة؟ فقال الخمس صلوات في اليوم والليلة، ماذا فرض الله علينا من الصيام؟ فقال شهر رمضان، إلى آخر الحديث. فالرجل لم يكن مؤمنا في أول الحديث، لم يكن مؤمنا، فقال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فخوف النبي صلى الله عليه وسلم به، قال له فبالذي خلق السماوات والأرض الله أرسلك؟ لا، ده رجل مسلم لسه ما دخلش الإسلام، بس هو عايز يتأكد من صدق النبوة. لا 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 بد أن يدخل، لا، ما هو الكفار يعتقدون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم الكفار يعني لا يعتقدون أنه هناك خالق غير الله، إلا طبعا عند المجوس اللي هم بيعتقدوا الثانوية الإله، وعند الرومان واليونان وغير ذلك، إله الحرب وإله السلام وإله النور وإله الظلمة وإله مش عارف البحار وإله كذا، فده تخاريف أصلا يعني ليس لها أصل. لكن جميع العقلاء من الناس المؤمن والكافر يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، حتى من يدعي الإلحاد وغيره وينكر ذلك فمستقر في نفسه هذا، لأن موسى عليه السلام قال لفرعون، قال له، قال الله سبحانه وتعالى في حق فرعون وجحدوا بها، الجحود هذا هو الإلحاد اللي موجود، وإنكار الرب وإنكار كذا،
فوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لما فرعون بيقول يعني في فحشر فنادى فقال ايه انا ربكم الاعلى، كان هو يعلم ان هو في قرارة نفسه صادق يعني. هل طب هو الرب الاعلى، طب قبله كان مين؟ طب يعني قبل ما هو الاول والاخر، ولا ده اتولد وكبر وكذا وعارف هو كذا، عارف وبياكل ويشرب ويتبرز ويبول وبتاع، فيه لا يعمل كده يعني، هو عارف ان هو كذاب يعني في 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 هذا. وكل من ادعى هذا كان يعرف انه كاذب، كان يعرف انه حتى النمروذ يعني من لم يدعي الألوهية الا النمروذ وصاحب ابراهيم وفرعون صاحب موسى. وابراهيم اقام عليه الحجة، قال لما ذكر له ان الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت قال انا احيي واميت، قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما دخلش معاه في جدال يعني، جاب له حاجه بقى ايه، قال له طب ماشي. ها النمروذ، النمروذ صاحب ابراهيم، فقال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. خلاص انت حرك الكون ده، وقف ده، شغل ده، إذا كنت تدعي الألوهية أو غير ذلك. فإحنا كنا بنقول إنه وجوب صيام شهر رمضان، وأجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هذا الإجماع موجود، إجماع موجود. والذي يعيش في بلاد المسلمين وينكر فرضية الصيام فهو كافر، ينكر فرضيته فهو كافر. ليه؟ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعرفه القاسي والداني، حتى غير المسلمين في بلاد المسلمين يعرفون أن الله افترض على المسلمين صيام شهر رمضان، فالعلم فيه منتشر بحيث لا يتصور فيه جهالة. لكن المسلم الجديد أو من عاش في بادية بعيدة أو في بلاد كان يمنع فيها دخول الكتب الإسلامية وليس فيها من يعلمهم أو غير ذلك، زي روسيا مثلا كان في 70 سنة من الشيوعية، الناس مسلمين بالاسم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يعرفون غير هذا، لكن لا يعرفون معظمهم لا صلاة ولا صيام ولا محرمات، يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، لا يعرفون أن هذا حرام، لا يعرفون أن هذا حرام. إذا عاش الإنسان في بلاد المسلمين وأنكر وجوب صيام شهر رمضان فهو كافر، فهو كافر. أما إذا أفطر مع اعترافه وإقراره بوجوب الصيام فهذا يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. يبقى هذا ركن من أركان الإسلام، هذا ركن من أركان الإسلام. وبالتالي العلماء يبالغون أيضا في هذا فيتهمونه بالزندقة، يتهمون من يصوم بالزندقة وأنه شر من الزاني وشارب الخمر، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، فتركه يعني شر من شرب الخمر وشر من الزنا، وأنهم يظنون به الزندقة والانحلال، الزندقة والانحلال. ليه؟ بسبب أن هذا يعني الصيام مفروض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا أمر ظاهر بكل أنواع الأدلة اللي ممكن يستدل بها عندنا في الكتاب والسنة والإجماع، هذه تدل على وجوب صيام شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليكم صيامه. والصيام معروف وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات من شهوة الفم والفرج، من شهوة الفم
والفرج، ليس إمساكا عن كل شيء، يعني ليس إمساكا عن الكلام، ليس إمساكا عن العمل، ليس إمساكا عن المشي، ها؟ لكن هذا إمساك مخصوص، هذا إمساك مخصوص في زمن مخصوص، هذا إمساك مخصوص في زمن مخصوص. الإمساك المخصوص هنا إمساك عن شهوة الفم والفرج، كل ما يدخل عن طريق الفم، وإن لم يكن على سبيل التغذية، وإن لم يكن على سبيل التغذية. وشهوة الفرج، وشهوة الفرج سواء كان الجماع أو الاستمناء أو غير ذلك من شهوة الفرج، فإنها إذا حدث الإنزال فإنه يصير بذلك مفطرا، إذا كان بغير الجماع. أما الجماع فسواء حدث إنزال أو لم يحدث إنزال فيصبح بذلك مفطر بسبب الجماع. فالصيام هو إمساك مخصوص، تمسك عن شهوة الفم وعن شهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في رمضان كله، سواء كان رمضان 29 يوما أو 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، وهكذا وهكذا وهكذا، يعني الشهر يجي 30 ويجي 29 اللي هو في الشهور العربية، يجي 29 ويجي 30. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا 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 وهكذا. وده ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور بايديه كده ويعمل 30 ويعمل 29؟ لا، علشان الاحكام دي مش متعلقه بالعالم العارف بالحساب، تقول له 30 يقوم يعرف ال 30 دول ايه هم، او 29 يعرف ايه هم ال 29. الغير عارف بالحساب ما يعرفش الا لو قلت له ايه العشرة دول والعشرة دول والعشرة دول 30 كده، يعرف ان دول 30. فعشان الاحكام متعلقه بالناس كلها، الامي والمتعلم، ونحن امه اميه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن امه اميه لا نكتب ولا نقرا، ولا نكتب ولا نقرا، الشهر هكذا وهكذا 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 وهكذا، علشان يعلم الناس الأحكام. يعني إيه أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ؟ يعني الأحكام المتعلقة بالعبد والمفترض عليه لها علامات، لها علامات، والعلامات دي هي اللي بيعرف بيها الإنسان ملامح الوجوب عليه. فدي مش محتاجة إلى شيء من العلم، لأنها مفروضة عليه وفي السفر وفي الحضر، مفروضة على العالم والجاهل ومفروضة في السفر وفي الحضر. لو احتاجت إلى علماء في تحديدها يبقى المسافر ده مش هيعرف يصلي ولا يعرف يصوم، مش كده؟ لأنه محتاج عالم يحدد له، والجاهل مش هيعرف يصلي مش هيعرف يصوم لأنه محتاج من يحدد له. فالعلامات اللي هي الدالة على هذه العبادات، العلامات دي مش محتاجة ايه؟ مش محتاجة الى عالم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان الشهر ايه؟ هكذا وهكذا 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 وهكذا، وقال اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. دي مش محتاجة ايه؟ مش محتاجة لا حساب ولا كتابة ولا بص في السماء كده، شفت الهلال يبقى تصوم اليوم اللي بعده، ما شفتش الهلال يبقى مش هتصوم اليوم اللي بعده. يبقى احنا نستطلع الهلال في ليلة الـ30، فإذا رأينا الهلال صمنا، يبقى الشهر ده 29 اللي هو شعبان، ونصوم اليوم اللي بعده. لم نرى الهلال يبقى نكمل عدة ايه؟ شعبان 30 يوما، نكمل عدة شعبان 30 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه أفطروا. يبقى ده حاجة واضحة، الامر ده شيء واضح، وعدد الشهور شيء واضح، وطلوع الفجر وانبثاق الفجر الصادق، انبثاق الفجر الصادق وهو نور في الافق مستعرض يزيد كلما مر الوقت، خلاف الفجر الكاذب فهو نور راسي في السماء كذنب السرحان، ذيل الذئب، وتحت الظلمة بعده، بعد النور ده يحتحد الظلمة، بعكس النور بتاع الفجر الايه؟ الصادق، كل ما يمر الوقت النور
يزيد كل ما يمر الوقت، النور يزيد. لكن الفجر وده نور عرضي كده في الأفق، أما ده النور الثاني ده نور رأسي في الأفق، وبعدين يتلاشى وتحدث ظلمة تاني بعدين، ده الفجر الايه؟ الكاذب. إنما الفجر الصادق ده هو الفجر اللي احنا بنصوم عليه وبنصلي عليه، بنصوم على الفجر. وصلاة الظهر عند ايه؟ عند زوال الشمس، أما تبدأ الشمس تتحول عن كبد السماء. وصلاة العصر عند مصير ظل الشيء مثله، وصلاة المغرب عند غروب الشمس، وصلاة العشاء عند غروب الشفق الأحمر. ها؟ يبقى دي مش محتاجة لإيه؟ لا عالم ولا شيء، دي علامات إيه موجودة كل الناس تعرفها، كل الناس هتعرف هذه العلامات. موانع مثلا الصلاة، موانع الصلاة الاستحاضة إذا النفاس إذا ولدت المرأة أو أسقطت جنينا فيه صورة إنسان أيا كان، في حياة ولا ما فيهوش حياة، لكن فيه صورة إنسان، يبقى هذه إيه؟ عندها نفاس، النفاس هذا إلى انقطاع الدم وأقصى 40 يوما، شيء مش محتاج لتعليم، دي علامات موجودة يفهمها كل الناس، يفهمها كل الناس. الحيض دم أسود يعرف، يعني له عرف، عرف يعني ريحة، ليه ريحة منتنة، هذا الدم له ريحة منتنة. والميزة كمان اللي فيه إن هو لا يتجلط، دم الحيض بخلاف دم النزيف، دم النزيف لما ينزل يتجلط، لكن دم الحيض إذا نزل لا يتجلط. ليه؟ لأن الدم لا يتجلط مرتين، فده كان متجلط في الرحم وبعدين سال، عشان كده بيسموا الحيض سيلان، من سيلان الحوضي، لأن هو أصل الحيض من الحوضي، الحوض اللي هو حوض الايه؟ الماء. ويقول سال الحوض، سال الحوض فسموه حيض، فسال الحوض اي سالت الدماء اللي في الرحم، يبقى كانت متجلطه فسالت ما تتجلطش تاني. ودي علامات الناس اما تعرفها خلاص مش محتاجه، اي كل العلامات بقى كده، كل علامات العباده كده. اذا بلغ المال النصاب كذا معروف، اذا بلغ النصاب المحاصيل اللي تخرج من الأرض نصابها كذا، من ذلك البقر كذا والغنم كذا، شيء معروف. الأمور عشان إيه؟ عشان الناس مكلفة بالعبادة. يبقى إحنا لو خطبناهم بحسابيات يبقى في ناس مش هتعرف، ولذلك جاء الخطاب إلى الأم ويفهموا ليه؟ يفهموا العالم من باب أولى، يفهم العالم من باب أولى، إذا كان فهمه الأمي يبقى العالم من باب أولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، يعني دي من فضائل رمضان، تفتح فيه أبواب السماء. أبواب السماء في بعض الروايات تفتح فيه أبواب الجنان، تفتح فيه أبواب الجنان، وده حقيقة أبواب الجنان تفتح، وهو فيه ترغيب للناس، ترغيب للناس. أما أنت تعرف أن فيه باب من أبواب الخير مفتوح تقوم تسابق إليه، لو عرفت أنه مقفول أنت مش هيبقى عندك الهمة أن أنت تعمل إيه. فهذه الأبواب هي أبواب الجنان مفتوح، وأبواب النيران موصدة، وفيه كناية عن تيسير الطاعة لأهلها وتعسير المعصية على أصحابها، حتى اللي بيجي يعمل معصية تعسر عليه، يعني يبقى فيه نوع من التضييق عليه بحيث لا يتمكن من فعل المعصية في رمضان كما كان يفعلها في غير رمضان، فيبقى شيء في شيء من التعسير. وده من أجل أن الله سبحانه وتعالى يريد لعباده الخير، يريد لعباده الخير. ما هو أصلا من البداية أنه لما يأتي شهر زي شهر رمضان تضاعف فيه الأعمال وتكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، ما هو ده فضيلة لهذه الأمة، هذه فضيلة لهذه الأمة،
مش موجودة لغيرها من الأمم. ليه؟ لأن أعمار الأمة، أعمار أمتنا احنا من 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز هذا، القليل من يتجاوز الـ70. طيب الأمم السابقة هنلاقي اللي كان بيعيش 300 سنة و400 سنة و500 سنة و1000 سنة. يعني نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله. طب كم عمره؟ أكيد يعني يتخطى الـ1000، يتخطى الـ1000 عام. طب اللي بيشتغل وبيعبد ربنا في 70 سنة زي اللي هيعبد في 1000 سنة؟ يعني احنا لو جمعنا عبادات اللي في 1000 سنة هنلاقيها تفوق هذا بكثير، هتفوق صاحب 70 سنة و60 سنة بكثير. فجت تعويض في ايه؟ في الاعمال المضاعفة، في الاعمال المضاعفة، ان انت تعمل العمل يضاعف لك، الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، يعني ممكن تاخد 700 ضعف. ومن الاعمال ما لا ايه؟ ما لا يدخل في قانون العد والحساب، انما تؤجر بايه؟ بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى ده يحسى لك الاجر حسيا ولا يعد عليك عدا، يحسى تاخد بالكبشه كده في الاجر ولا يعد عليك عدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ده في مضاعفه الاعمال. طيب نلاقي كمان الذنوب بتكفر، الذنوب بتكفر. يعني رمضان الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، وغير ذلك من الأشياء، كل دي تكفر الذنوب التي بينها. الصلوات الخمس يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بواحد بيغتسل في نهر 5 مرات في اليوم والليل. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم والليل، هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى عليه وسخ. قال كذلك الصلوات يمحو الله بهن الخطايا. يبقى ده فيه فضل. وبعدين الابتلاءات نفسها، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يشاكها، يكفر الله عز وجل عنه بها من الذنوب والخطايا. حتى لو شكتك شوكة، الشوكة دي تكفر ذنوب وخطايا. كل ده من أجل أن يعوضنا الله سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بفضله، لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله عز وجل، ينبغي ألا نضيعها. احنا ما لا نضيع هذا اللي احنا يعني الله سبحانه وتعالى فضلنا به على الأمم السابقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء. كمان تفتح فيه أبواب السماء يعني يستجاب الدعاء، يعني يستجاب للدعاء. وشهر رمضان من الأشهر التي يعني فيها الدعاء المستجاب، فيها الدعاء المستجاب. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، ده عند الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوته: الصائم حتى يفطر. يبقى مش عند الفطر بس، وفي حالة الصيام وهو متلبس بعبادة الايه؟ بعبادة الصيام. فكمان دي فيها دعاء مستجاب. عشان كده لما جاءت الآيات اللي هي آيات تتحدث عن الصيام قطعها الله سبحانه وتعالى وأدخل آية الإيه؟ الدعاء، وأدخل آية الدعاء: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام. يبقى قبل آية الدعاء في أحكام صيام وبعد آية الدعاء. ودي مش عادة العرب، العرب لا تقطع النظير عن نظيره. يعني اللي بيتكلم في حاجة يقول لك كذا 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 كذا، طب وننقل بقى التانية كذا 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 كذا، ما يدخلش حاجة في حاجة إلا لفائدة،
إلا لو كان في فايدة من قطع الإيه؟ من قطع النظير عن نظيري. والفائدة هنا أن الدعاء مستجاب، عشان كده قطع آيات الصيام وأدخل فيها إيه؟ أدخل فيها آية الدعاء، على أن شهر رمضان معني بالدعاء. طب ما احنا بندعو في كل الشهور في كل الأيام، لا، لكن ده لي شكل آخر، وهو أنه يستجاب فيه الدعاء، وهو أنه ولذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فدي في تفتيح أبواب السماء، أن الدعاء يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. إذا دعوت فلا يكون هناك حاجب أو حاجز بين الدعاء، بين دعائك، فيرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، يعني هذا في تعسير على أهل المعصية. ولذلك ينادي مناد في أول رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يعني اللي عايز يعمل خير يقبل في هذه الأيام، واللي عايز يعمل شر اقصر عن الشر، اقصر عن الشر. لأن الأعمال كما تتضاعف في الصالحات، السيئات كذلك تتضاعف في الأيام الشريفة. الأيام الشريفة السيئات فيها تتضاعف، لأنه كل ما تلبست بشيء من الحرمة، كل ما تلبست بشيء من الحرمة فإن العذاب يزيد. فالذي يزني بامرأة، الذي يزني بامرأة يعني بعيدة عنه، بخلاف من يزني بمحارمه، بخلاف من يزني بحليلة جاره، بخلاف ما يزني بامرأة المقاتل المجاهد اللي خرج جهد في سبيل الله، هذا ليه أضعاف أضعاف الإيه؟ الذنوب، الذنوب اللي زنى بامرأة بعيدة عنه، امرأة بعيدة عنه، لا هي من محارمه ولا هي جارته ولا هي ولا هي امرأة المجاهد. ليه؟ لأنه كلما قل الداعي إلى الفعل، كلما قل الداعي إلى الفعل عظم الذنب على الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم: شيخ زان. طب شيخ كبير وليس له في الجماع، ما عندوش شهوة ولا بتاع ولا شيء من هذا، وبعدين بيزني. فالداعي إلى فعل الفعل مش موجود، ومع ذلك يقع في الإيه؟ في الفاحشة. شيخ زاني وملك كذاب يكذب ليه، عنده قوة وعنده كذا، يقول للناس أي حاجة، الناس مش تقدر تعمل معاه حاجة. ما الداعي أن يكذب؟ وملك كذاب وعائل مستكبر، راجل فقير وذو عيال، وبعدين بيتكبر على الخلق. طب اللي عنده مال، عنده جاه، عنده سلطان، نقول والله ايه غره ذلك فتكبر. لكن العائل المستكبر هذا ليس عنده دواعي لان يقع، لذلك الذنب يعظم. فالجار اصلا بيبقى امن لجاره، بيبقى امن لجاره، وبيبقى تارك اهله في هذا المكان ومطمئن الى ان جاره لن سيحرس بيته. فإذا كان الحارس لصا العقوبة هتزيد، عشان كده في القوانين حتى الوضعية يقول لك إذا كان السارق موظف عام يستغل وظيفته في السرقة، في هذه الحالة تتضاعف الايه؟ تتضاعف العقوبة. لو واحد عادي بعيد وسرق خلاص، إنما استغل وظيفته، احنا ادينا له خزنه وامنناها على الفلوس سرقها، فده تضاعف له لانه ايه اصلا استغل وظيفته في هذا الامر، بخلاف من كسر الخزنه واخذ منها وشيء من هذا، هذا هيعاقب على السرقه وكل حاجه، بس ليست العقوبه هنا كالعقوبه في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتغلق فيه ابواب الجحيم، تغلق فيه ابواب الجحيم. يبقى احنا فتحنا لك ابواب الجنان ودعيناك الى العمل الصالح، يا باغي الخير اقبل، ويسرنا لك امر الطاعه، ها، وضاعفنا لك الاجور وحطينا عنك الذنوب والسيئات. طب ما جيتش، جيت الناحيه الثانيه اللي هي في النار اللي احنا غلقنا ابوابها وعسرنا عليك المعصيه فيها، فانت فعلت. في هذه الحاله يضاعف الايه؟
يضاعف الذنب. فالأجور والذنوب تضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف الايه؟ العامل. شرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل. فكل مكان الزمن شريف العمل يبقى مضاعف، كل مكان المكان شريف العمل يضاعف. زي ايه؟ زي البيت الحرام، الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف لأن المكان ايه؟ شريف. وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة لشرف المكان وشرف العامل. العامل نفسه لو شريف، يعني ايه شريف؟ يعني عنده تقى ورع وديانة ومتعبد وقريب من الله، ما ياخدش زيه، ما ياخدش زيه. أنا أخد عشرة وأخد مية، زي الأعمال في الدنيا. أنت بتيجي تبني عمارة تجيب عامل بيشيب بالأروانة ياخد خمسين جنيه، الملاحظ اللي بيلاحظ عليه ما بيشتغلش واقف كده يبص ياخد مية، المهندس ياخد ميتين برضه ما بيشتغلش بإيده، بيتابع ويشوف ده كذا كذا، المستشار يجي يبص بس ياخد خمسة آلاف، أقلهم عمل ياخد أكثرهم إيه؟ أجر. وأكثرهم عمل ياخد أقلهم إيه؟ أجر. إيه الفرق بقى؟ الفرق المنزلة، إن ده راجل مستشار كبير وعنده فهم وعنده علم وعنده كذا وعنده كذا، ها؟ وإن البناية دي كلها ممكن تتهد بسببه، تقع، وممكن البناية دي تكون صحيحة. إنما العامل ده بيدب وبس، شيل ارمي الأروان هنا، ارمي لا عارف فين هنا ولا عارف دي ايه ولا رايحة فين ولا جاية منين، بيعمل كذلك العابد الجاهل. العابد الجاهل أي حاجة يعمل، لقى ناس بتتطوح كده يتطوح معاها، لقى ناس ماشية كده راح القبور يروح معاها، راح الموالد يروح معاها، ما عندوش فكرة، بيتعب نفسه تعب ما ياخدش حاجة. يعني الصوفية دول بيقعدوا مثلا من بعد العشاء للفجر هاي 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 هو 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 طول الليل ويناموا عن صلاة الفجر في الآخر. هو بتقول طول الليل ده ما فيهوش في حاجة. عشان كده بنقول إن العامل ده كل ما كان شريف كل ما كان أجره أكتر. عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن إحنا في بنصلي الصلاة ولنا عشرها ولنا تسعها ولا ثمنها. طب ما أنا بصلي جنبك، أنا بصلي جنبك وورا الإمام، وبنقول اللي بيقوله الإمام بيركع بنركع، بيسجد بنسجد، أنا وإنت، وبنقرأ الفاتحة، أنا بقراها وإنت بتقراها، ما فيش حد بيجي زيادة بيجيب زيادة عن التاني حاجة، مش حد بيجيب زيادة عن التاني حاجة، أنت تاخد عشرة وأنا أخد واحد. هذا شرف العامل، هذا شرف العامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا نصف المد ولا ملء حفنة كده من اللي عمله الصحابي يساوي اللي انت تنفقه ذهب. جبل أحد ده، جبل أحد ده حوالي 3 كيلو كده طول القاعدة بتاعته، وارتفاعه في أعلى حتة 300 قدم، جبل ضخم جدا ده، لو كله ذهب ده وانت أنفقته في سبيل الله، وانت أنفقته في سبيل الله فلا يبلغ مد من الصحابة، مد كده من الصحابة لشرف الايه؟ لشرف العامل. عشان كده هم العلماء بيقول إن الصحابة لم يسبقونا بكثرة صلاة ولا صيام، يعني احنا نقدر نصوم أكتر منهم ونقدر نصوم ونصلي أكتر من، والخوارج كانوا بيصلوا أكتر من الصحابة وبيصوموا أكتر من الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية، مع أنهم بيأتوا بعبادات. طب إيه 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 القصة نفسها؟ القصة نفسها اللي هي هنا في القلب. القلب ده هو اللي بيخلي العمل له قيمة أو ملوش. واستبق الباب، واستبق الباب. يوسف وامرأة العزيز بيجروا في اتجاه واحد ناحية الباب، انت شايف الجري ده، واحد يفر إلى الله وهي بتفر من الله، انما الناظر شايف ايه اللي باصص؟
الاثنين رايحين في اتجاه واحد بيجروا نفس الجري على الباب، بس ده في اتجاه، في الحقيقه، الحقيقه بقى ان ده في اتجاه وهي في اتجاه. هو بيفر الى الله يريد العفاف وهي تريد الفاحشه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراه ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. الاثنين مهاجرين من هنا من مكه الى المدينه مع بعض، يبقى المسافه قطعينها لغايه ما وصلوا المدينه، بس واحد رايح لله والثاني رايح لامراه ينكحها. هو ده اللي فرق الايه؟ الاجر. طب الاجر التفريق ده فين؟ هنا اللي هو في الايه؟ في النيه، اللي هو في نيه الانسان. ولذلك احيانا نيه الانسان تكون ابلغ من ايه؟ من عمله. تكون نيه الانسان ابلغ من عمله. فان بالمدينه لرجالا ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا الا شاركوكم الاجر، منعهم العذر. كانوا ناويين يطلعوا بس معهمش سلاح، معهمش خيل دابه يركبوها، معهمش اكل وشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اجد ما احملكم عليه، ما عنديش اجيب لكم. تولوا واعينهم تفيض من الدم. احنا بقى نقول ايه؟ بركه يا جامع. احنا رحنا لقينا الجامع مقفول فنقول بركه يا جامع. دول اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون، زعلانين جدا جدا ان هم ما سافروش مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده النيه هي الفرق، اعمال القلب. لذلك السلف يقولوا ان الصحابه لم يسبقونا بكثره صلاه ولا صيام، انما سبقونا بشيء وقر هنا، في شيء وقر هنا اللي هو ايه؟ اولا تصديق ابو بكر، مش زي تصديقنا. تصديق ابو بكر مش زي تصديقنا. ايمان ابو بكر مش زي ايماننا احنا، مش زي يقين ابو بكر، مش زي يقيننا احنا. توكل ابو بكر على الله مش زي توكلنا احنا. حب ابو بكر لله ورسوله مش زي حبنا احنا. يعني احنا ما بنحبش ربنا، بنحب ربنا بس بنفعل افعال تتنافى مع المحبه وتنقص منها. تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. فاحنا بنعمل اعمال تدل على نقص المحبه، لان احنا لو بنحب ربنا من المحبه الكامله ما ناتيش اي معصيه، لكن احنا مع وجود المعصيه بنحب الله ورسوله، زي الرجل اللي اسمه حمار اللي كان اكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحده يجلده على شرب الخمر حتى لعنه رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على اخيه، والله اني لاعلم انه يحب الله ورسوله. لكن بتغلبه شهوته كل ما يتوب تغلبه الشهوه. او اصدقاء السوء، يا عم تعالى يا عم ده، طب الليله دي وخلاص، طب مش عارف ايه وكذا. وده حتى الناس اللي بيدمنوا وبعد ما يتعالجوا ويصرف فلوس كتيره او تنفق عليه، لما يطلع مين اللي بيديه للسكه دي تاني؟ اصدقاء السوء. عشان كده التوبه بتحتاج الى هجره. التوبه تحتاج الى ايه؟ الى هجره. مش ان انت تقول ان انا تبت الى الله، ان انا مش هعمل كذا وكذا، تحتاج الى هجره الى الله سبحانه وتعالى. لما الرجل اللي قتل 100 نفس، سال على عالم فدل على راهب، قال هل لي من توبه؟ كان قتل 99، فقال لا اجد لك من توبه، فقتله فاكمل به 100. ثم سال على عالم فدل على عالم، فقال ما يحول بينك وبين التوبه، ولكن اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك ارض قومك فانها ارض سوء. يبقى مش بالحتم واللزوم احنا هنترك البلد او هنهاجر منها، لكن هنترك المكان. كنت بتقعد في قهوه، كنت بتقعد في مكان في شله بياتوا المعاصي، كنت لازم تهجرهم وتهجر الاماكن دي، عشان وجودك فيها هيعيد الايه؟ هيعيد الامر مره ثانيه حتى تغلبك الشهوه او الشيطان او شيء
من هذا. فهذا بيحتاج إلى نوع من الهجرة، سواء الهجرة دي هجرة مكانية وهجرة الأصدقاء وهجرة الفعل. يعني احنا نهجر الفعل نفسه ونهجر الأصدقاء السوء ونهجر المكان اللي فيه المعاصي ده اللي هو علشان التوبة تفلح مع صاحبها، تؤتي ثمارها، يكون لها ثمرة، يبقى لابد أن يكون هذا الأمر. فبنقول إنه كنا بنقول إن شرف العامل له أثر في الإيه؟ في الأجر. شرف العامل، العامل له أثر في الأجر. وإن المؤثر الكبير في الأجر هو الإيه؟ هو القلب، بما فيه من العبادات، في الحب والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والصبر والتصديق والقبول والانقياد. كل ده موجود فين؟ في القلب. كل ده واحدة من العبادات دي بتعمل درجة في العبادة البدنية. كل واحدة دي بتعمل درجة في العبادة البدنية، بحيث ان انت كل نقص في عبادة من العبادات دي بتعمل نقص من العبادة البدنية في الأجر. لانه الأجور دي يعني يعني محتاجة فهم كبير جدا، ازاي الأجر هيتعمل، ازاي هيتتوازن الأجور كذا وكذا. لانه الأعمال نفسها كون لها المؤثر فيها اللي بيديها ثقل هو أعمال الايه؟ القلب. يعني واحد يقول امرأة داعرة من بني إسرائيل سقط كلب دخلت الجنة، لا مش سقط كلب، مش عشان سقي الكلب، عشان ما في قلبها من الرحمة والشفقة ورجاء الثواب، انها تعرف انها لها رب. يعني تعمل كده ليه؟ ما يموت الكلب، لكن هي بتسقيه علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها. هي نفسها لها توجه، كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العبد العاصي الذي يتوب إليه ثم يعصي ثم يتوب، يقول علم أنه أن له رب يغفر الذنوب، دي شيء مؤثر، الرجل الذي يعني اللي كان قال لأولادي أنا إن مت فاحرقوني وذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا رجل لم يعمل خيرا قط، فلما مات حرقوه وذروه في اليم، فجمعه الله سبحانه وتعالى. قال ما حملك على هذا؟ قال خفتك، قال قد غفرت لك. اللي بالك عبادة الخوف دي فين؟ في القلب. هو عرف انه ليه رب، وان الرب هيحاسبه، وان في قيامة، كل دي من قضايا الايمان، وان ربنا هيعذبه. اللي كان بيجهله صفة القدرة، هل يقدر الله سبحانه وتعالى ان يجمع الرماد ده ويقيمه تاني انسان؟ هو ده كان بيجهلها هذه المسألة، لكن كان مؤمن ان في رب وفي كذا وكذا وكذا، فقال خفت قال قد غفرت لك. يبقى احنا لازم نعرف ان في اثر لعبادة عبادة القلب، هي اللي بتؤثر في درجة الأعمال، تخليك أنت تاخد 10 وناخد 1، أنت تاخد 10 وناخد 2، مع أن احنا بنعمل نفس الفعل. عشان كده بنقول شرف العامل، شرف العامل مؤثر. كل ما كان الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى كل ما كان أجره أعظم. قال تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. مرد الشياطين اللي هم العتاة من الشياطين، هؤلاء يسلسلوا. والسلسلة هنا ليس معناها أن الشيطان لا يملك الوسوسة، لكن تضعف وسوسته، لأن اللي ماشي وهو حر غير اللي ماشي وهو متكتف. يعني في السجن يحطوا الايه؟ يحطوا السلسله في رجليك كده تخلي الخطوه ايه؟ ضيقه جدا، ما تقدرش تجري. لو جريت عشان تهرب، لو جريت تقع على طول، ما تقدرش تجري، يا دوب انت بتحط رجلي كده
ما تكملهاش والتانية كده عشان تمشي. حركة الشيطان يعني. البعض يقول لك طب ما احنا في وسوسة، امال العراك اللي في الشارع ده وسب الدين ده ايه، والناس اللي بتفطر دي مش ده مش الشيطان معاهم؟ ايوه، لان هو اولا ان كيد الشيطان كان ضعيفا، هو اصلا كيد الشيطان ايه؟ ضعيف، ويضعف في رمضان، يعني هيزداد ضعف الى ايه؟ الى ضعفي، وبعدين يسيطر عليك، يبقى انت بلغت من الضعف، بلغت من الضعف ما لا تستوجب الايه؟ ما تستوجب المنع من الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يمنعك من هذا الشيء او يوفقك الى الطاعة، لان انت بلغت درجة من الضعف في طاعة الله ضعف شديد. الشيطان اصلا ضعيف ماشي، وبيقدر يأثر على الناس. طب احنا يعني الله سبحانه وتعالى يعني كبله وغله وسلسله بحيث أضعفه أكثر، بحيث أضعفه أكثر، فيبقى في هذه الحالة ويغلبك، يبقى في هذه الحالة يدل على زيادة ضعفك أمام هذه الشهوات وبعدك عن الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان كلما كان عنده قوة في الإيمان، كلما كان عنده قدرة على تجنب الذنوب والعصيان، كل ما يكون عندك قوة إيمان تقدر تتجنب العصيان. وذلك لما نشوف يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام المرأة تصنعت له أحسن ما تتصنع المرأة لزوجها، وتهيأت له وغلقت الأبواب علشان ما فيش حد هيشوف حاجة ولا هيعرف بحاجة ولا كذا، يعني عايزة تقول له أنت في أمان في الأمر ده، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الإجابة على طول ما فيهاش تردد، مش خد ورد ورد مع نفسه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله. ها الكلمة خرجت، الكلمة دي مش خارجة من هنا من اللسان، الكلمة دي خارجة من هنا من القلب، معاذ الله، مش ممكن، هذا لا يحدث، أنا بيني وبينه إيه؟ ستار، لا يمكن تصور أن أنا أقع في المعصية. ليه؟ لأن الإيمان له قوة، هذه القوة منعت من الوقوع في العصيان. وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فهنلاقي الأمر ده يعني شهدت به الدنيا كلها. وقوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا، يبقى ما فيش هم، لأن لولا تمنع الفعل، يعني يقول ضربتك لولا أباك، يبقى أنا ضربتك لم يقع الفعل، وذلك هو هم بها لولا، يعني لولا برهان ربي لهم بها، لولا برهان ربي لهم بها. والبرهان هنا العلماء بيقولوا في تفسيره حاجات كثيرة، لكن هذا هو ما وقر في قلبه من الإيمان ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي منع ومنعه من أن يهم بها. والدليل على كده أنه مهمش أن كل اللي حضر الوقعة شهد ليوسف أنه هو لم يحدث منه شيء، حتى الشيطان، لأن الشيطان اعترف أصلا أنه ليس له يعني سبيل على المخلصين من عباد الله سبحانه وتعالى، ويوسف الله سبحانه وتعالى بيّن أنه من المخلصين، والشيطان ليس له عليه في ذلك. امرأة العزيز شهدت بهذا، والعزيز شهد بهذا، والطفل اللي كان موجود في الواقع شهد بهذا، والنساء اللي قطعنا أيديهن شهدنا بهذا، كل اللي حضر الواقعة دي والله سبحانه وتعالى شهد له ليوسف عليه السلام، والشيطان شهد له انه لم يحدث منه الهم. حكاية بقى ان هو هم بها هم الانسان وما كل واحد مركب فيه ميل الى الانثى، لكن هذا الميل داخلي، هذا الميل داخلي، انما ما فيش فعل يخرج بره الا هيتحاسب عليه. فيوسف لم يحدث منه هذا، والواعظ الديني
الواعظ الديني اللي كان في قلب يوسف عليه السلام هو اللي دفعه ألا يقع في هذا الأمر. فبنقول إن هو وتغلي فيه مردات الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر، وده من الإيه؟ من فضل الله علينا عشان نعوض سنوات العمر القليلة. إن أنت بتتعبد في ليلة تاخد أجر 83 سنة وزيادة، بليلة واحدة تاخد أجر 83 سنة وزيادة. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية ولا يحرم خيرها إلا محروم. فليه؟ لأن أنت ضيعت فرصة مش بتتعوض، الفرصة دي مش بتتعوض. ليس كل إنسان يدرك رمضان يدرك ليلة القدر، ممكن يصلي 29 ليلة والليلة 30 دي تبقى هي ليلة القدر ما يصليهاش لأي سبب، حتى لو سبب شرعي ان هو مريض مثلا ما قدرش نام عنها، كل هذا لكن ايه؟ حيلة بينه وبين إحيائها، فضلا ان هو يكون ما صلهاش عمدا مع انه صلى. في ناس لا يدرك رمضان اصلا، وفي ناس لا يصلي في رمضان القيام، كل هذا يحرم من هذه الليلة، فيحرم من اجر كبير جدا يوضع في ميزان حسناتي، ليلة ب 83 ألف سنة. فمن حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، كما أتى في بعض الروايات. ثلاثة وثمانين سنة نعم. فيعني نكتفي بشرح هذا الحديث اليوم، والمرة القادمة نتكلم على كيف نتهيأ لرمضان، كيف يكون التهيؤ لشهر رمضان. اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.